اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا ازاي نقدر نكون ايجابيين وازاي فعلا منتخب مصر باذن الله تعالى الاولمبي صباح او ظهر السبت باذن الله تعالى يسعد ملايين الجماهير المصريه ويقدر باذن الله يعمل عرض كويس يليق بالكره المصريه وعراقتها اللي كانت موجوده في الاولمبياد من كام؟ من 1928. احنا مرتين في طوكيو وفي روما. لا في طوكيو نتمنى وستوكهولم طلعنا الرابع مرتين. نتمنى انه هذا التاريخ الكروي الكبير لمصر في الاولمبياد يفرز حاجه لهؤلاء الاحفاد ظهر السبت باذن الله. لكن زي ما قلت لكم الان هناك كلام كثير بعظمة لسانه. دقيقة سكوت لله، تفتح راديو، تفتح تلاجة، تفتح غسالة، تفتح موقع، تفتح برامج تلفزيونية، كله هجوم على الأهلي، كله محاولة للإساءة حتى لبطولات النادي الأهلي. شوية تنقب في التاريخ وشوية تجيب ناس ما لهاش أي صيغة أو صفة ممكن تستضاف إلا لأنها عندها رغبة في إن هي تسيء للنادي الأهلي دون حسيب او رقيب او عتاب او لوم او 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 او. واعتقد حضراتكم متابعين نادي بيشرف وطنه الى هذا الحد وبهذه القيمه اللي تخليه بهذا التاثير. انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها كان مشرف جدا انه موقع النادي الاهلي على اليوتيوب، موقع النادي الاهلي على اليوتيوب الاول على مستوى العالم في المتابعه قبل برشلونة. يعني النادي الأهلي عنده اعتقد 16 مليون وكسر او 13 مليون وكسر قبل برشلونة. هي دي قيمة النادي الأهلي ودي حجم شعبية النادي الأهلي وده الارتباط بالنادي الأهلي. طيب دي بقى ما بتردش مين جمهوره اكبر؟ لا يعني انا بتكلم في برشلونة يا باشمهندس. لا يعني هو دي مش أدلة، يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم الدنيا بتفرز نفسها يا جماعة. هو لا والله العظيم كل الناس اللي بتخبط في ثوابت الأهلي تعلم الحقيقة ولكنها المتاجرة، هي المتاجرة. فأنا بقول لكم انت بتتكلم عن نادي الأول في نسب المشاهدة عالميا وبتكلم على حجم برشلونة وبتكلم على حجم الوسائط الإعلامية الحديثة، وعلى الناحية الرياضية انت بتتكلم على نادي تاني أندية العالم في الحصول على الألقاب القارية والدولية بعد ريال مدريد. يعني أنت في حجم الشعبية على اليوتيوب تسبق برشلونة، ولا يسبقك في حجم أو في عدد البطولات القارية والدولية إلا ريال مدريد. كل واحد يبقى عارف واقف فين، شوفوا قيمة النادي الأهلي فين، عشان أي حد بيسيء للنادي الأهلي يبقى عارف في الأول حجم التشريف الوطني اللي النادي الأهلي بيقدمه لبلده كنموذج وحجم إسهامه مع منتخبات بلده. بقول لكم بيضحي بأحسن حارس في أفريقيا ومصنف حتى الآن أفضل حارس في الأولمبياد برضه خدمة لمنتخب بلده. ما يستحقش النادي الأهلي كل هذه الإساءات المتناثرة على كل الوسائط الإعلامية المختلفة، وبتكلم على برامج إذاعية كتيرة وبرامج تلفزيونية كتيرة، وما فيش حد بيحاسب الناس المتجاوزة دي إزاي. استاذ ابراهيم ممكن تحصر للبرامج الاذاعيه الرياضيه؟ كتير يعني بقت في اذاعات كتيره. اللي هي مين اللي بيقدمها؟ ولا واحد اهلاوي عايز تقول؟ لا عايزين نقولهم بالاسم عشان الناس يشوفوا. مين؟ انا يعني مش متابع راديو لكنه معظم الناس. كريم خطاب. ابراهيم عبد الجواد. خالد الغندور، كلهم كباتن على راسي من فوق. كريم حسن شحاته. كريم حسن شحاته، ويقال انه ميدو ان كابتن ميدو داخل ودول اللي انا متذكرهم. هات لي واحد بقى ينتمي الى النادي الاهلي. فانت بتقول كل البرامج، ما هو اللي حتى اللي مش هيهاجمك مش هينصفك. ايوه مش هيقول كلمه حق في صالحك. احيانا كابتن ميدو بقيمته يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام. احيانا كابتن كريم يقول هذا الكلام، لكن اللي هيكون لك حق قد يتجنب، اللي مش عايز يهاجمك
هيتجنب. انا اللي عايز اقوله ما عندكش منابر تقدر تظهر وجهة نظرك، ما عندكش. حتى في البرامج الخاصة اللي اصبح دلوقتي يا استاذ ابراهيم تقدر اقول لك، انا في برامج انشئت علشان ناس اهلاوية تنتمي للنادي الاهلي لها طموحات ضد مجلس الادارة ده بتمولها، وبرامج اخرى انشئت بتمول من عناصر من النادي المنافس تأمل ايضا تسترد الارض وبتهاجمك. وانت عارف البرنامج ده وعارف البرنامج ده وعارف البرامج الاخرى المتبعترة على بعض القنوات الخاصة المدفوعة مقدمة مسبقا. انا اسألك سؤال، هو الوقت البرامج اللي هي بتشتري وقت يعني وضعها ايه؟ كان المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام قال ان ده مرفوض في فتره من الفترات. لا ما اللي يعني بيطلعوا ازاي؟ ما تفهمش. بس لما يطلعوا يطلعوا بقى بضوابط، هو احنا مش احنا عايزين كل الناس تطلع وتاخد فرصها. بالعكس هذا ثراء بيطلع اجيال ربما جديده من الاعلاميين. ولكن بضوابطها بقى، ما ينفعش انك على طول تقدر تستنتج البرنامج ده هيقول ايه والبرنامج ده هيعمل ايه والبرنامج ومواقف البرنامج ده ومن خلف هذا البرنامج ومن خلف هذا البرنامج. هو ده اللي عامل اللخبطه. طب على ذكر البرامج، كان المهندس عدلي في الحلقه الماضيه سجل لوم لطيف للزميل العزيز ابراهيم فايق في الواقعه بتاعه قفشه مع حارس مرمى الانتاج الحربي، وانه قفشه الراجل كان بيقول له والله ما هتاخد غير رزقك. فكان ابراهيم فايق ترجمها وقتها او نقل الكلام، شوفوا بيقول له والله ما هتاخد ولا نقطه. المهندس عدلي قال اللي حصل، فالحقيقه يذكر للزميل ابراهيم فايق انه رجع شاف الفيديو وقال رايه في اللي قاله المهندس عدلي. نشوفه. بفسر الكلام اللي قاله قفشه، خد بالكوا برضو انا يعني احنا بنعتمد على السمع يعني. فاحنا بنحاول نترجم الكلام اللي قاله قفشه لحارس مرمى الانتاج الحربي، فاحنا ترجمناه على ان هو ايه؟ تصدق وتؤمن بالله ومش هتاخد غير مش هتاخد النقطه. خلاص؟ ده احنا ترجمناه كترجمناه امبارح كده، احنا بالسمع خدوا بالكوا يعني برضو يعني في عصرونا. فان كان السمع مش على القد، مهندس عدلي القيعي قال ابراهيم ترجمها على ان هي كده. انا الحقيقه عشان اتاكد برضو اتكلمت مع قفشه. سالته تقول انت قلت ايه يا عم عشان احنا قلناها تصدق وتؤمن بالله مش هتاخد غير النقطه، انت قلت ايه؟ ضحك. هو قفشه زي السكر، انا بحبه جدا من الناس اللي انا بحبها يعني. فقال لي لا يا سيدي انا ما قلتش كده، انا قلت بالنص تصدق وتؤمن بالله مش هتاخد غير رزقك. فوجب التوضيح ووجب التعديل، وللبشمهندس عدلي انت صح. وتحياتنا للمهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم منيسي دايما متالقين. هو المهم في هذا الامر مش ان انا صح او مش صح، المهم انه اهتم ودقق عشان يوصل للحقيقه. دي نقطه ايجابيه، دي نقطه ايجابيه الحقيقه بنحيي عليها. طيب هو حارس الانتاج بقى احمد يحيى، وهي دي روح الرياضه وهي دي المنافسه. ما الاهلي كسب الانتاج في وقت يعني تعب اعصاب ناس كتير قوي بجد، يعني التوقيت القاتل اللي الاهلي يتعادل ويكسب فيه اخرج ناس كتيره قوي عن شعورها وظهرت على الشاشات وظهرت على المواقع. لكن شوفوا الروح الرياضيه عند حارس الانتاج اللي كان قفشه بيلومه، قال ايه عن بعد المباراه احمد يحيى؟ للامانه انا من خلال حضرتك من خلال برنامج حضرتك بشكر لعيبه النادي الاهلي والله يا كابتن، شخصيات كلهم كلهم بدون استثناء. قفشه قال لك ايه وانت واقع؟ انا شفته جاي بيكلمك، قال لك ايه؟ ده اللقطه دي مصر كلها اتكلمت عليها. للامانه اللي قفشه قاله بالظبط، قال لي تصدق بالله انا هو جاي لي بيقول قفشه ما تزعلش مني احنا بننزل يعني احنا موقفنا صعب. فهو قال لي تصدق بالله والله مهما تعمل مش هتاخد غير نصيبك. وللاسف قمت وانت طبعا قمت بساعتها على طول. قمت ما هو اقنعني بصراحه. هو جن اصل هو ذكي جدا مجدي، لعيب كوره ذكي وبالتالي هو شخص ذكي بصراحه. هم يعني هم اخواتنا واصحابنا طبعا طبعا، اللعيبه كلها واللعيبه كلها لعيبه محترمه محترمه. انا بشكرهم على روحهم الرياضيه جوه الملعب جوه الملعب بصراحه. بس بصراحه اللقطه بتاعت قفشه دي مصر كلها
بيتكلمني في الشارع وقفش قال لك ايه. دي حقيقه انا ما كنتش عارف برضو والله، عرفت منك دلوقتي وانت بتقول يعني. هنا بقى اتوقف قدام الكلام ده ليه؟ لان كان في ناس ممكن تقول لك ما وقفش هيضطر يقول كده، يعني الناس يا تصدق ما تصدقش، يقول لك اصل سمع المهندس عدلي فاوحى اليه بهذا الكلام. لكن لما يطلع حارس المرمى نفسه صاحب الوضع ويقول الحوار الذي دار ويقول له ما تزعلش مني انا احنا هنهبط فانا بضطر، ما معناه اضيع وقت؟ فقال له والله يعني ما ردا على حوار بدأه الحارس، والله مش تطوع انه راح يقول له والله ما هتاخد غير رزقك. فلما قام خد رزقه وهو ضحك حتى.